خليني اخد وشارك معانا في الحوار الدكتوره صبوره سيد، رئيس مجلس امناء اداره 6 اكتوبر التعليميه. دكتوره صبوره مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام وعلى ضيوفنا استاذ محمد عبد الله منور، وكلامك دايما رنان وجميل وجريء. سياده المستشار البدوي علام منور الدنيا. انا عارفه اني معاكم استاذ خالد حجازي. ايوه طبعا. شكرا دكتوره، شكرا، يعني منورين الدنيا كلها. شكرا يا دكتور. دكتوره صبوره، عايز اقول لحضرتك باعتبار حضرتك برضو خبيره يعني في التربويه وايضا رئيس مجلس امناء، في جزئيه النشاط والعمليات التعليميه، العمليات التعليميه ليست عمليه تعليميه صماء، ولكن النشاط يجب ان يكون جزء من العمليات التعليميه. مبادره زي مبادره متميزه يا جيزه، يا ترى السنه دي حضرتك شايفه ما مدى نجاحها؟ احنا محظوظين قوي ان الدكتور خالد حجازي معانا السنه دي، وهو في الاساس رياضي ويعني الانشطه بالنسبه له من الاساسيات، وفعلا فعلا دخلنا انه دايما نوصل للطالب عن طريق الانشطه. ولما يعني اجتمع بينا وقال ان هو عاوز يعمل مبادره متميزه يا جيزه، كان كل تركيزه على انه يقول لنا نبدا من نقطه النشاط المدرسي لارتباط الطالب بالمدرسه، وان هو ينجذب ليها ويبتدي يحبها ويبتدي يمتثل ويطلع طاقته كلها في الانشطه. فتحيه للاستاذ خالد وللدكتور خالد، ونقول له يعني ربنا يديك الصحه، وانت اضافه للمتميزه يا جيزه، ودايما بنعمل تحت مظلتك، ويعني ربنا ان شاء الله يعني يكلل سعيك بالخير. والحمد لله ايدينا كلنا في ايدين بعض كمجلس امناء الجيزه بقياده المستشار بدوي علام رئيس مجلس الامناء، والمدير التنفيذي الاستاذ خالد حجازي، والعضو معانا والزميل الاخ محمد عبد الله. قدرنا نحدد المتميزه يا جيزه، وكلنا شغالين عليها، وان شاء الله تفضل الجيزه متميزه برجالها الشرفاء ان شاء الله. وان شاء الله اكتوبر برضو داخله في متميزه يا جيزه اكيد. اكتوبر جزء من الجيزه يا استاذ هاني. طبعا اساسي. طبعا. أكيد دكتورة صبورة، أنا بشكر حضرتك وبتمنى لحضراتكم التوفيق طبعا كمجلس أمناء 6 أكتوبر ولكل مدارس الجيزة وكل مدارس مصر. بشكر دكتورة صبورة سيد، رئيس مجلس أمناء إدارة 6 أكتوبر.